تشعر أنت وأنت رجل يعني تحب مصر، تشعر بأنه المصريين الآن النهاردة بالذات بعد هذا القرار أنه عندهم خيبة أمل غرزت شيرابانيا بالروسي يعني؟ أنا مش متأكد، لأن عند مصريين في مخ. بيفكروا يعني. أكيد أكيد أكيد. طيب، وأنا متأكد أن تقريبا كلهم عارفين، لأن ده مشكلة الساعة. مشكلة الساعة، أكيد في صعوبات دلوقتي مع الأسف الشديد لسياحة مصرية، لسياحة روس. طيب، حتى لي شخصيا. حتى لك شخصيا، انت أكيد. كنت ناوي تروح مصر قريبا أيوة في أيوة. اعياد الميلاد، والان ما فيش لا، لا طيران مصري قبل ولا كده، طيران قبل روسي. كده في ديسمبر. في ديسمبر أنا كنت عايز بشتغل في دار الوثائق القومية. طيب، ودلوقتي ضروري تروح عن طريق دلوقتي أثينا. لازم تروح عن أثينا، طريق اليونان او تركيا يونان، تركيا، يعني. قبرص. هذا القرار قبرص يعني يعني انعكس سلبا على كل المسؤول، على كل المواطنين روس ومصريين. عدد كبير على فكرة، هل عدد تتوقع كبير. انه يستمر هذا القرار شهور طويلة مثلا؟ هو هيستمر، لكن يعني مدة، ده حاجة صعبة. شوف، حتى الآن ما فيش جواب واضح للسؤال، ما كانش مع الطيارة الروسية في أجواء سيناء. طيب، إذا ده نتيجة ل عطلة تكنيكية، عطل تقني أو عمل ده إرهابي. حاجة. إذا عمل إرهابي، ده حاجة تانية. إذا تقنية، بعد قليل يعني الطيارات من روسيا إلى مصر تروح مرة تانية، تعود مرة أخرى. تعود مرة أخرى. نعم. إذا حاجة إرهابية، طيب يمكن بياخذ وقت أطول ممكن شوية. ناخذ وقت لازم. أطول شوية. أنا بشكرك شكرا جزيلا لا، دكتور شكرا لك. فلاديمير بليكوف المحلل السياسي الروسي.